افتتح وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي المروق عدد من المشروعات الأمنية الجديدة بالمحافظة بتكلفة تقدر 2,800,000 ريال سعودية، وذلك في إطار مشروع الدعم المقدم إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتأهيل القوى الشرطية في المحافظة. واستمع الدكتور المروق من مدير إدارة المشاريع بشرطة المحافظة إلى شرح مفصل حول المشاريع والتي تشمل إعادة تأهيل المبنى القديم لإدارة البحث ومرافقه الأساسية بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد لإدارة مكافحة المخدرات ومبنى الأدلة الجنائية، كما تم تجهيز هذه المنشآت بأحدث الأجهزة التقنية لمعملية الجنائية المخصص للكشف عن جرائم المخدرات والجرائم الجنائية الجسيمة، بالإضافة إلى تزويدها بسيارتين مجهزتين لمعمل جنائي متنقل لدراسة مسرح الجريمة وجمع الأدلة. كما افتتح الدكتور المروق المشروعات الأمنية الجديدة في مصلحة الإصلاحية المركزية التي تتضمن إنشاء مبنى سجن جديد مع المرافق الأساسية والعقابية وإعادة تأهيل مباني الإدارة العامة للموظفين. قمنا اليوم بافتتاح المجمع الجنائي المكون من البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الأدلة الجنائية. الأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات إنشاء وبناء وتأثيث وترميم، والبحث الجنائي ترميما وتأثيث. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي للقطاع الأمني والقطاعات الأخرى كالصحة والتعليم.